فخلينا نتكلم شويه على بعض الاخبار الاخرى تتعلق بالمعسكر حاليا، وهو بخصوص كيروش، وانه النهارده بيتفقد ملعب استاد الجيش ببرج العرب عشان يعني نشوف الملعب ومدى جاهزيته لاستضافه هذه المباراه، وملعب جاهز اكيد بنسبه 100% لاستضافه مباراه يوم الثلاث، وكمان هيكون عنده مؤتمر صحفي النهارده هيتكلم فيه على استعداداته للمباراه دي، هيتكلم فيه كمان عن خططه للمرحله المقبله، وهيتكلم فيه عن كاس العرب وبطوله الامم الافريقيه، اسئله كتير جدا اكيد هتوجه من الزملاء الاعزاء الصحفيين. كمان دي من ضمن الاخبار المهمه جدا جدا، وان شاء الله نتمنى له كل التوفيق. طيب خلينا نتكلم على موضوع التصنيف، لان ده بيشغل بال عدد كبير جدا من الجماهير المصريه، ويا جماعه عشان نبقى صرحه مع بعض، في صعوبه كبيره قوي قوي ان احنا نبقى في التصنيف الاول اللي هو بيتضمن 5 منتخبات، احنا رقم 6، احنا المركز رقم 6 على افريقيا، فبالتالي في التصنيف الثاني اللي هيكون بيتضمن 5 منتخبات اخرين، الخمسه الاولانيين هيقابلوا الخمسه الثانيين، فالخمسه الاولانيين ايه؟ مين؟ الجزائر لو تاهلت عندها مباراه حاسمه مع بوركينا، ماتش لازم بوركينا تكسب عشان تصعد، بس المباراه هتبقى في الجزائر، فخلاص اعتبر الجزائر صعدت لانه اقوى منتخب في افريقيا هو الجزائر. تونس عندها مباراه اخرى حاسمه لازم تكسب فيها عشان تتاهل، وهي ايضا في التصنيف الاول. عندك كمان مين؟ نيجيريا عندها مباراه حاسمه جدا لازم تكسب عشان تتاهل، خلي بالك معايا، وهي برضو في التصنيف الاول، وهي اللي الفرق ما بيننا وما بينها في النقاط قليل شويه، بس ما يسعفش انك تعديهم. حلو، السنغال خلاص هي في تصنيف اول تاهلت، والمغرب تاهلت كمان في تصنيف اول. ايه اللي ممكن يحصل يخلينا نطلع في التصنيف الاول ده؟ ايه هو؟ ان نيجيريا تخسر تخرج بره، او تونس تخرج بره، فانت تخش مكان منتخب من الاثنين. ده الامل اعتقد الوحيد يعني اللي ممكن يديك الافضليه انك تبقى في التصنيف الاول، فبالتالي تقابل احد منتخبات التصنيف الثاني. بالمناسبه منتخبات التصنيف الثاني من ضمنهم منتخب مثلا كوت ديفوار، منتخب صعب ولا مش صعب؟ صعب طبعا. تمام؟ لو تأهل ممكن يبقى في منتخب جنوب افريقيا الاقرب ان هو يتأهل على حساب غانا. ممكن حتى لو انت في عدد النقاط عديت نيجيريا ممكن تقابل نيجيريا. فاهم؟ فكل الماتشات هتبقى صعبه، لكن الهدف ايه؟ الهدف واحد، انت عايز ايه؟ عايز تتأهل. عايز توصل لكأس العالم. فاللي عايز يوصل ما يفكرش هو هيقابل مين خالص يعني. وليه كمان تحديدا بالذات ليه؟ لأن انت عندك منتخب قوي، عندك لعيبه كويسه جدا، جيل مميز جدا من اللاعبين، محتاج يتوظف صح في الملعب، وعندك المدير الفني اللي يقدر يعمل كده اللي هو كارلوس كيروش. بغض النظر بقى عن الاداء في مباراه انجولا، طبيعي مباراه تبقى كويس ومباراه تبقى وحش، ده هي دي كره، هي دي كره القدم يعني. نتمنى الاستمراريه ان الاداء يكون كويس طبعا، لكن هي دي كره القدم في الاول وفي الاخر. فاقول لحضراتكم كمان الجداول وترتيب المجموعات الخمسه. نبتدي بالمجموعه الاولى، الجزائر في المركز الاول 13 نقطه، في المركز الثاني بوركينا برصيد 11 نقطه، هيلعبوا مع بعض مواجهه حاسمه، لو بوركينا كسبت تتاهل، لو الجزائر اتعادلت حتى هي اللي تتاهل. حلو، بيجي بعديهم النيجر وجيبوتي، دول خلاص خرجوا بره التصفيات. المجموعه الثانيه تونس في المركز الاول 10 نقاط، وبنفس الرصيد غينيا 10 نقاط، وبعد كده بيجي زامبيا 7 نقاط. الامال موجوده لاول ثلاث فرق في المجموعه اللي هم تونس وغينيا الاستوائيه وزامبيا، لكن موريتانيا خرجت بره التصفيات بشكل رسمي. المجموعه الثالثه نيجيريا في المركز الاول برصيد 12 نقطه، وكاب فيردي اللي هي الراس الاخضر برصيد 10 نقاط في المركز الثاني، وجمهوريه افريقيا الوسطى برصيد 4 نقاط خرجت، وليبيريا خرجت برصيد 3 نقاط. المجموعه الرابعه ساحل العاج في المركز الاول 13 نقطه، الكاميرون في المركز الثاني 12 نقطه، ملاوي في المركز الثالث 3 نقاط، وموزمبيق في المركز الاخير بنقطه واحده. ملاوي وموزمبيق بره، ساحل العاج والكاميرون لسه المنافسه ما بينهم هتتوقف على الجوله الاخير. طيب المجموعه الاخيره الخامسه مالي، وفي مجموعه فيها مصر يا جماعه، هي مش معانا؟ لا هتلاقيها معانا. طيب هم 10 مجاميع بالمناسبه مش 5. ماشي، المجموعة الخامسة مالي خلاص تأهلت بشكل رسمي برصيد 13 نقطة، وكان معها أوغندا وكينيا ورواندا. تعالوا نروح كمان للمجموعة السادسة، مصر تصدرت وتأهلت خلاص الحمد لله برصيد 11 نقطة، بيجي بعديها الجابون بسبع نقاط، وليبيا وأنجولا خرجوا. المجموعة السابعة
جنوب افريقيا في منافسه قويه جدا جدا مع غانا، مباراه هتكون ناريه النهارده الساعه 9 بالليل، اللي هيكسب هيتاهل. واثيوبيا خرجت هي وزيمبابوي من هذه المجموعه. السنغال في المجموعه الثامنه خلاص تاهلت بشكل رسمي برصيد 13 نقطه، كان معاها توجو وناميبيا والكونغو، خلاص دول خرجوا رسمي. المجموعه التاسعه المغرب تاهلت برصيد 15 نقطه، وبعديها غينيا بيساو وغينيا والسودان كلهم خرجوا، لكن المغرب كسبت كل الماتشات لحد دلوقتي، ناقص لها ماتش واحد بس وعندها 15 نقطه. المجموعة الأخيرة والعاشرة هي مجموعة بنين وجمهورية الكونغو، الكونغو خلاص تأهلت بشكل رسمي بعد فوزها على بنين النهارده، بقى عندها 11 نقطة وقدرت إن هي تتأهل على حساب بنين بقيادة طبعا هيكتور كوبر المدير الفني السابق أو الأسبق لمنتخبنا الوطني الأول.